دلوقتي حضراتكم هتزوروا معانا محافظة المنيا، هنقابل هناك مربي شاب للدواجن اسمه ياسر صلاح. هو دعانا للزيارة وفورا قبلناها، وعلى فكرة هيكون معانا في هذه الزيارة فريق الدعم الفني لشركة أعلاف الوطنية للدواجن. خليكم معانا. جدعان كتير في بلدنا غيروا مسار حياتهم، أو على الأقل امتلكوا جرأة إقامة مشروع خاص بيهم والمخاطرة برأس مالهم، لأنهم تأثروا بقصص نجاح الجدعان اللي بنقابلهم. واللي قدام حضراتكم ده اسمه ياسر إبراهيم، مدرس ثانوي كان كل ما يملك 100,000 جنيه، وعجبته قصص نجاح جدعان صناعة الدواجن وقرر يبقى واحد منهم، لكن اشتغل صح جدا في حدود إمكانياته. جاب أفضل كتكوت تسمين من سلالة كب اللي بتنتجه شركة الوطنية للدواجن وعندها جدوده والأمهات، واختار أعلاف الوطنية أصل هو كمربي مبتدئ مقتنع إن اللي بيبيع له كتكوت لازم يبيع له معاه علفه. كمان طلب ياسر إبراهيم دعمه فنياً بخبراء شركة أعلاف الوطنية، ما هو زي ما اتفقنا العلف مش مجرد شكارة بتتباع، ده لازم نقدم الدعم الفني والمساندة للمربين. واشتغل الأستاذ ياسر إبراهيم على مكافحة الأمراض الداجنة بأفضل لقاحات وأدوية بيطرية، ووضب العنبر اللي بيأجره لضمان إغلاقه وعزله. هو بيشتغل بإيده في كل حاجة ومش بيسيب حاجة للصدفة، برضه في حدود إمكانياته، عشان كده كان طبيعي ربنا يسترها معاه، ونسب النفو تقريباً ما عدتش في مزارعه من 3-5%. تعالوا في البداية نقابل في محافظة المنيا الجدع الطيب ياسر إبراهيم ونسمع حكايته كمربي دواجن ناشئ يدوبك عمره سنة. بدأت إزاي؟ وبفلوس قد إيه؟ برأس مال بدأ في الأول ب100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ جزء كبير منها دخل في التجهيزات. تجهيزات العنابر. تمام. أنت بتأجر العنابر، صح كده؟ بنتأجر العنابر كمبدئياً، يعني كشاب عشان يبدأ مشروع بامتلاك أرض وده كله بتحتاج رأس مال ضخم. العنبر بكام؟ العنبر حسب مساحته. حسب مساحته. بيتراوح من كام لكام يعني؟ بيتراوح لها تضريبه كده، يقول لك الفرخ مثلا ب 2 جنيه، العنبر ده بيشيل 8000، بيشيل 2000، بيشيل 4، بيضرب مثلا لو مساحته 4 بيشيل 4000 فرخ في ال 2 جنيه، يبقى ثمنه مثلا ايجاره ب 8000 9000 في السنه، وحسب امكانيات العنبر. القرار الثاني انت ازاي تبدا. البدايه الصح ان ربنا الهمنا ليها ان احنا بدينا مع شركه قويه، عرفت كبدايه ليا كشاب في مشروع مبتدا ازاي الشركه القويه دي تسندني. ما حبش يسترخص، الاسترخاص في مجال الدواجن سوري هينزلك لتحت. الخبره نفسها كسبتها منين؟ الممارسه ولا الممارسة؟ استمعت للناس اللي ادتك العلف والناس اللي ادتك كتكوت. كان لحضرتك فيها دور كبير برنامج حضرتك يعني بصراحه، وجزء اشراف بيطري ومتابعه من الشركه نفسها، شركه العلف والكتكوت اللي احنا بنتعامل معاها. انت وحدت العلف والكتكوت؟ ليه؟ تمام. يعني كل الاثنين من الوطنيه. الاثنين من الوطنيه. ليه؟ اولا هم كتكوت كب كب الوطنية وعلف الوطنية. وعلف الوطنية. الفكرة ان العلف الوطنية مع كتكوت الوطنية بيدي معامل تحويل اعلى وبيدي نتائج مبهرة، غير ان انا ادخل كتكوت الوطنية وانزل له اي علف تاني. تنزيل اي علف تاني ده هم أضرب بشعاب الكتكوت بتاعهم. هم أضرب ليه؟ عارفين السلالة شغالين عليها وعارفين ايه اللي بينفع معهم، فبيأدي اداء كويس، وده ما يمنعش ان هو بيشتغل مع انواع تاني كتير جدا. ضربة المبتدئين نسبة النفوع عندك كانت كام؟ من 3-4%. ممتاز. فضل الله عز وجل. بس هسألك سؤال. فضل. العنبر هنا ضعيف جدا، إمكانياته ضعيفة جدا، ما خفتش على 100,000 اللي انت تعبت بيهم؟ احنا في الأول العنبر ده كنا مستلمينه إمكانياته مش تحت الضعيف بشرطة بشرطتين تاني. خدنا فيه خطوة ان احنا بدأنا نجهز حاجات بسيطة، شوية تكييف، شوية، عشان ما ينفعش مبدئيا، ودي نصيحه لاي مربي، ان انت تشتغل من غير شويه شفاطات وخلايا. وانا كشاب عشان اعمل الفكره اللي بتتكلم عليها حضرتك عنبر بالمواصفات الطب بيحتاج راس مال مليون ونص. مليون ونص. طب مليون ونص في واحد بيحب يعني بيبدا كبدايه ومش عارف الجدول الاقتصاديه بتاع السوق ايه، انت ممكن تبقى ماشي الدوره تمام وحاسب حسبتك على سي مثلا ان متوسط السعر زي اليومين احنا عايشين فيهم دول، في يوم وليله السعر يتغير تلاقي العمليه ماشيه معاك بالماينس. في تكلفات من رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصناعة الدواجن، بيك انت تحديدا، لجنة محترمة جدا، لجنة دائمة مهمتها حماية الصناعة. تمام. كمربي صغير
محتاج ايه من هذه اللجنه؟ تفكر في ايه؟ تاخد قرار ايه؟ انا هقارن حضرتك من الصيف السنه دي للصيف السنه اللي فاتت. الصيف السنه دي في سعر اللحم الى حد ما شايل روحه يعني على المظبوط سعره الى حد ما مظبوط. الصيف اللي فات كان في تلاعب بطريقه بشعه بسعر لحوم الدواين. التوجهات اللي اشار لها سياده الرئيس في الفتره اللي فاتت مشكورا عليها يعني بدا لا الدنيا ماسكه روحها شويه، بس احنا حابين يكون في دور من تحديد الاسعار، منافذ فتح منافذ تصدير للمنتج. يعني احنا هنا عندنا شبه اكتفاء ذاتي من البروتين. انت هل انت عايز تاخد مثلا تكسب 10 جنيه في الكيلو؟ لا ولا لا انت لا عايز لا لا هامش جنيه ولا جنيه ونص؟ حاجه مرضيه. انت عايز سعر عادل اولا للدواجن، مجزي للمربي وغير متعب للمستهلك. تعالوا بقى نقابل المهندس محمد فوزي مدير مبيعات علاف الوطنية عشان نعرف من خلاله أسباب إقبال المربين للدواجن على علاف الوطنية. كلمنا عن كياننا وعن صناعتنا وعن العلف بتاعنا بنجيبه إزاي والتكامل اللي جوه المجموعة. اشرح لنا يعني علاف الوطنية. شركة الدواجن الوطنية مصر هي إحدى شركات الدواجن الوطنية السعودية. تمام. شركة الشيخ سليمان الركحي. شركة بتقدم أفضل أنواع الأعلاف الموجودة في جمهورية مصر العربية حاليا، من أفضل الشركات اللي بتقدم العلف. ده بيرجع لعدة أسباب كتير جدا، وراها منظومة وراها قطاعات وراها إدارات شغالة. من النهاردة شركة متكاملة في إنتاج الجدود والأمهات والتسمين والبياض. القطعان دي بتاعة الشركة نفسها، فالشركة سمحت بنزول تكنولوجيا تصنيع الأعلاف الخاصة بها هي لقطعانها هي ومزارعها هي، إنها تنزل للسوق المحلي للسوق المصري. بدأنا من اختيار الخامة نفسها، سواء الذرة سواء الصويا أو أي خامة بتدخل للمصنع عندنا، إن يبدأ يتبعت لجنة لمكان ما بنستلم الخامة عشان تتحلل بكل الطرق. ممتاز. لما بتيجي الخامة تدخل المصنع بيتم تحليلها مرة تانية في أقوى المعامل اللي موجودة لتحليل الخامات لرفضها أو قبولها. طالما الخامة دخلت المعمل وتم قبول الخامة بضمن عدة أشياء، منها العلف السموم الفطرية خالي منها، هو خالي من السموم الفطرية لأن أنا محلل بنفسي وعارف الخامة اللي أنا مدخلها بنفسي. النهاردة وعندي العين بتاعتي في القطعان بتاعتي نفسها، في الأمهات والجدود والتسمين والبياض، بشوف أي تغيرات بتبدأ تحصل في المحطات بتاعتي أنا عشان أقدر أراعيها لو في أي حاجة حصلت لقدر الله، ودي من الحاجات النادرة اللي ممكن تحصل. ببدأ أنزل بان عملة، نعمل حملة تسويقية باختيار موزعين ووكلة لينا في كل محافظات جمهورية مصر العربية. النهاردة احنا في محافظة المنيا، لينا وكيل حسام مصطفى متواجد معنا، جميل. النهاردة شاب من الشباب الوعدة المكافحة، مربي أساسا ومربي في الأساس، مربي يعني عارف قيمة العلف اللي استخدمه وقيمة الكتكوت اللي استعمله. فبالتالي النهاردة لما بيقدم على خطوة زي دي هو دارسها كويس وعارف. بفضل الله النهاردة كل المزارع اللي شغالة معانا في العلف بتاع شركة الدواجن الوطنية بتاعنا، بفضل الله عندها معامل تحويل يصل إلى 1.4، ودي أعلى معدلات تحويل وصلت في المزارع في استخدام معلف. ما شاء الله. النهاردة أنا في بعض المزارع اللي تم زيارتها كان بيأكل حوالي 37 طن عشان يطلع 24 طن لحم، ومش موجودة في أي علف موجود في جمهورية مصر العربية. أنا النهاردة عندي موزعين ما بيشتغلوش غير في المنتج بتاعي فقط لغير. يمكن إحنا هنشوف عند حسام مصطفى في المخزن بتاعه لا يعمل إلا في علف دواجن الوطنية فقط. ده يعني الهامش الربح يغطي تكلفته؟ هامش الربح بتاعه يغطي، ولا حسب بقى ان المنيا فيها توسعات كتيره في الصناعه فالراجل بيقدر يبيع كميات كبيره؟ المنيا فيها مصانع علف كتيره، لكن اختياره للاعلاف الوطنيه نمره واحد عشان الجوده، نمره اتنين عشان معامل التحويل، نمره ثلاثة المصداقيه، نمره اربعة خدمه ما بعد البيع، نمره خمسة في اي وقت بيطلب لو في اي مشكله عنده مهما كانت صغيره بيلاقي مشرفين المبيعات عنده في نفس اليوم أو تاني يوم الصبح لحل المشكلة. فأنا كمربي أنا عايز إيه من، أو أنا كموزع
عايز ايه من الشركة ده انا عايز اشتغل معها؟ عايز جودة، عايز سعر، عايز معاملة فوق الشركات التانية، فوق الوصف. مش هنقول بندلع العميل بتاعنا، لكن بنديله أكثر من 80-90% من أحلامه إنه هو يشتغل مع شركة أعلاف موجودة في جمهورية مصر العربية. النهاردة في 1600 مصنع في مصر أعلاف. مين النهاردة؟ عدد ضخم، ده عدد ضخم فظيع، عدد مهول. مين النهاردة اللي يقدر يقول أنا ثابت على أرض صلبة؟ لازم شركة يكون ليها كيان كبير زي دواجن الوطنية. في قصة نجاح قابلناها برضو في محافظة المنيا وكنا لازم نرصدها، وهي لشاب اسمه حسام مصطفى، لأنه فاز بوكالة أعلاف الوطنية على مستوى المحافظة. هو أساساً مربي وعنده مركز لبيع الأدوية البيطرية، وبيستعد لتحويل كل عنبره لأقفاص بدل التسمين الأرضي. تعالوا نتعرف من خلاله على شروط الفوز بوكالة أعلاف الوطنية. حسام، من وضعك الحالي كوكيل لواحدة من أكبر شركات الأعلاف في مصر، وكمان كمربي، وواحد عارف ان العلف بيمثل 60-70% من حجم الصناعه. تمام. تقدر تحكي لي كده وضع الصناعه في المنيا عامل ازاي؟ صناعه الدواجن، والله صناعه الدواجن في المنيا يعني ابتدت تقل شويه، لان الوضع العادي ابتدى يقل، فبالتالي احنا ابتدينا دلوقتي نخش ننشط الناس، ننشط الشغل بشغل البطاريات الحديث ده. ابتدينا نعمل محطات تسمين في بطاريات. تسمين. دي اقل محطه ان شاء الله تبقى 50,000، فده هتدينا دفعه اكتر في السوق ان احنا نعمل رقم كويس حتى في الشركه. دي محطتك اللي انت بتعملها دلوقتي؟ دي محطات الخاصه ان شاء الله. الله عليك، ده احنا هنيجي نزورك في الافتتاح يا باشا. انت ان شاء الله تنور. ان شاء الله الشغل ده ان شاء الله هو اللي هيمثل النجاح الفتره الجايه للشغل بإذن الله تعالى. الشغل المكثف في التسمين. البطاريات دي اتضحنا ان هي دلوقتي في السوق كله الناس كلها بتتكلم عليها. ان البطاريات دي هتبقى رقم واحد في مصر. مسحوباتك قد ايه شهريا مثلا؟ يعني ممكن 400-450 طن. شهريا. ممتاز. ان شاء الله تعالى احنا فكرنا برضو ان احنا نطور من شغلنا. ابتدينا نخش دلوقتي نطور من الشغل الحديث. ابتدينا نخش دلوقتي بنعمل محطات جديدة ان شاء الله تعالى. ان شاء الله عليك. ابتدينا المحطات دي تدينا دفعة اكتر في السوق ان شاء الله تعالى، ان احنا نعمل بإذن الله تعالى رقم كويس في الشركة ان شاء الله. اولا شركة الوطنية يعني عملت معنا كل الحاجات الحلوة الصراحة. الشركة يعني بسم الله ما شاء الله يعني عليها، يعني مش محتاجة كلام، اسمها كبير لوحده. يعني شركة زاد الكتاكيت بتاعتها، يعني نموذج مشرف جدا. فاضل بقى أعرفكم على شابين عاملين مجهود كبير في تسويق أعلاف الوطنية بالصعيد. الأول المهندس محمود رجدان، مدير أعلاف الوطنية بشمال الصعيد، والتاني المهندس مصطفى الفولي، مدير مبيعات جنوب الصعيد لأعلاف الوطنية. مهندس محمود رجدان، السعيد إن حضرتك ماسك جزء هام جدا في مبيعات الوطنية اللي هو شمال الصعيد. طيب. انت نشيط وده هينعكس اكيد على مبيعات الشركه ان شاء الله. حدودنا فين يعني؟ من الجيزه لغايه فين؟ ثانيا عايز اعرف الوضع في هذه المنطقه عامل ازاي. احنا عايزين ننمي صناعه الدواجن في الصعيد. تمام. انا ماسك منطقه شمال الصعيد بدءا من محافظه الجيزه ومحافظه الفيوم وبني سويف والمني. تمام. الحمد لله احنا بننقي في كل منطقه كده، احنا بننتقي الوكلاء بتوعتنا بالظبط، عشان احنا عايزين ناس تشتغل معانا لازم تراعي اسم دواجن الوطنيه في الشغل. احنا مش عايزين وكيل وخلاص او اي تاجر وخلاص، لا احنا عايزين ناس تبقى عارفه اسم دواجن الوطنيه وتبقى دايما حاطه في بالها ان هي بتتعامل مع كيان كبير. طب باشمهندس، وضع الصناعه في محافظات شمال الصعيد عامل ازاي؟ والله محافظات شمال الصعيد الحمد لله دلوقتي حاسس ان بقى في تطور كبير جدا. منطقه كانت الاول كان فيه يعني يعتبر الموضوع عشوائي شويه، دلوقتي الحمد لله الموضوع اتجه ونادرا ما بتلاقي مربي. طبعا. لا في مربيين موجودين، بس هو التربيه كانت بصراحه كانت عشوائيه، فالحمد لله دلوقتي ابتدت في موضوع ثقافه البطاريات في التربيه، دي ما كانتش موجوده. ابتدت الناس بقى في تطوير حتى في المباني وفي الانشاءات بتاعت المزارع، ده طبعا اثر الحمد لله. دلوقتي بقت المزارع بتطلع في اعمار يعني يمكن 35 يوم في مزارع الحمد لله بتخلص على الوقت ده، كانت زمان بتوصل ل 45 يوم. المهندس مصطفى الفولي، مدير مبيعات جنوب الصعيد لأعلاف الوطنيه. جنوب الصعيد بيشمل محافظات ايه بقى؟ اسيوط وسوهاج وعين والاقصر والمناطق الاسوان. اسوان شامله كمان. طب عايز اعرف منك لينا وكلاء في هذه المحافظات؟ الحمد لله رب العالمين لينا في يعني في معظم بنسبه مثلا حوالي 80% لينا وكلاء هناك في المنطقه هناك، وبنسعى ان شاء الله ان احنا نوصل لل 100% ان شاء الله. الوضع هناك عامل ازاي في الصناعه؟ بالنسبه للتربيه يعني؟ التربيه تسمين امهات فضل من الله الحمد لله. الفضل الفترة اللي فاتت ديت
قدرنا نحقق مبيعات كويسه خالص. ده بيرجع طبعا لجوده العلف واختيار المربي نفسه للمنتج. بالنسبه للوكله مثلا اللي شغاله معانا بيشتغل في الاول بيجرب، بعد كده هو اللي بيطلب المنتج بنفسه، فبيجي بيتعاقد على الوكاله من ساعتها. صناعه الدواجن في الصعيد بتزدهر قصص نجاح كبيره، وخصوصا في المنيا وسوهاج واسيوط وقنا، وخصوصا للمربين اللي بينجحوا في تسويق انتاجهم من الدواجن بنفسهم، سواء حيه او مذبوحه مبرده او مصنعات. وشركه علاف الوطنيه جاهزه بكل قوه لجدعان الصناعه في الصعيد، اولا بالدعم الفني المتميز، وثانيا باجود برامج التغذيه اللي بيحددها اهم خبراء لتغذيه الدواجن في مصر لتحقيق افضل معامل تحويل غذائي، وبتصنعها في مصنعها العملاق بالنوبريه الوطنيه لاعلاف الدواجن.